بس واحد الباب ابو ابو السحيم مطفى عليه ابو المخضر يطلبني المريض يعني اكو واحد يخصمون بالدين ابسط شيء اكو واحد يخصمون بالدين بلف دينار والله ما عندي الى لوكيشن اخر وتحديدا الى بغداد مره اخرى شاب لديه ثلاثه اطفال احدهما مصاب بالتوحد وطفله اخرى لديها فتحه ولاديه في القلب يعني من المؤكد ان هذه الحالات المرضيه بحاجه الى عنايه وعلاج واطباء وادويه وتكاليف كثيره. نحن في زمن البطاله والاب ربما لا يستطيع تامين ابسط مقومات العيش حتى يقدر يوفر اليوم ربما هذه المبالغ الكبيره من جانب العلاج والرعايه. في هذه المواضيع والمناشدات التي تاتينا نحن ننقل اوجاع الناس وهمومهم لتكون امام الكل. الرعايه الاجتماعيه، وزاره العمل، وزاره الصحه، عسى أن يردون على هذه الناس اللي وصل بهم الحال انه ما يقدرون يكملون خصوصا مع وجود حالات خاصه طبيه، يعني اليوم اللي الفقير اللي ما عنده حاله صحيه واللي عايش يومه يقول الحمد لله والشكر وماشي الامور، لكن احنا نعرض اليوم حالات بها الحقيقه مشكله لازم نعالجها. مع تراكم هذه الحالات وازديادها اليوم في العراق وفي كل محافظاتنا نشوف هنالك نسب بطاله كبيره هنالك ارتفاع لنسب الجريمه كذلك يعني الرعايه بالاطفال وكذلك يعني العمليات اللي يحتاجوها مثل هذه العمليات اللي هي مكلفه داخل وخارج العراق فهؤلاء العوائل يذهبون الى المجهول مع هذه الظروف المحيطه بهم، لذلك راح نشاهد هذه الحاله من بغداد. انا مقدمت عن طريق النواب مال الرعايه الاجتماعيه مالتي وطلع جانب الباحث الاجتماعي بسنه 2019 كتبوا لي غير مشمول بعدين سويت اعتراض وطول القرار يعني تظلم مالتي سويت العفو اعتراض وبعدين سويت تظلم و طلع القرار مو بصالحي، رحت سويت التظلم مره ثانيه رفعوا بي المعامله مالتي الى قرار محكمه القضاه الاداريه خلف العلاوي، قراج العلاوي، كتبوا لي غير مشمول، بعدها لازم شو اسوي انت؟ طلبوا مني خمس كتب وزاريه، وزير العمل انت تدري بانه شنو معنات خمس كتب وزاريه، طلبوا مني خمس كتب وزاريه ممتلكات بانه اخاف انا عن عندي ممتلكات بانه الي حق لا استحق راتب رعايه، اما جبت الكتب الخمسه ليس مسجله لنا، مدير زراعه بغداد، مدير مرور عامه، غرفه تجاره، وزاره عامة شؤون اجتماعيه، وبعد الكتاب الثاني ما اعرفه ناسي، كتبوا لي غير مشمول، ادري انا ايش ايش عندي؟ يعني انا ظروفي تعبانه صار لي 13 سنه استاذ العزيز قاعد بالايجار، خليه اسوي اسمعني وزير العمل، خليه اسمعني مصطفى الكاظمي ابو الغيره ابو الانسانيه، انا صار لي 13 سنه قاعد بالايجار، عندي عندي ولد مريض بداء واحد وعندي بنيه بها بها فتح وعجز بالقلب ما عندي ما عندي فلوس عمليه يعني اسوي له ما عندي يعني ما عندي شو اسمه راتب مثلا معين اقدر يعني اصرفه لعائلتي اقدر ادفع منه ايجار اقدر اطلع منه مثلا مصرف للبيت اقدر اجيب علاج ما عندي استاذ العزيز انت تحقني بقرار قرار قاضي وتحقني بقرار ممتلكات اذا انا عندي ممتلكات باسمي او سياره او بيت او قطعه عرض او اي شيء فلو انا لا استحق راتب رعايه تمام استاذ العزيز الله وكيل يشوف فلوس فلوس جار ما عندي انا عندي موعد ايجار اليوم مع 10 12 بالشهر ما عندي ادفع ما عندي ادفع استاذ العزيز كل ساعه واحد جاي الباب ابو لأ... ابو مطفى عليه ابو المخضر يطلبني المريض يعني أكو واحد يخصمون بالدين ابسط شيء اكو واحد يخصم مو بالدين بلدنا والله ما عندي اقسم برب الكون ما عندي انا جاي ناشد مصطفى الكاظمي الله يحفظه الله يبارك فيه ان شاء الله وناشد كل من يساهم بامري على موت خصوص بنت خصوص الرعايه الاجتماعيه يعني انا تعبت والله ما جاي القى فرصه عمل لا متعين لا كاسب اشتغل عماله بالشهر مره وعندي زلاقه ضاري ما اقدر اشيل الحمل وما عندي مطلوب بالله مطلوب يعني حتى غرقان بالدين اسيطر لي ما شهرين 400000 ريال ما عندي ادفع ما عنده ادفع ناس انا من اجيب والله العظيم ظروفي تعبانه انا شد مصطفى الكاظمي يسوي لي اشاره جاء ناجد على البيت جاء على التواصل الاجتماعي ما جاء القاه وانا اشكركم على هاي المبادره وتحياتي لكم يعني هذه الحاله هي مو اول حاله ولا حتى الاخيره لكن نتمنى ان تكون هنالك حلول لهذه الشريحه من المجتمع خط الفقر أدنى او ما دون خط الفقر الاعداد في تزايد النسب كبيره واليوم الناس تعاني الوضع الاقتصادي للبلد كله كمنظومه يحتاج الى اعاده ترميم حتى هاي الناس تقدر تعيش هنالك عده اسباب عده مسببات عده جهات ممكن تتكافل حتى تنقذ هذه الناس نتمنى انه يعني من وزاره العمل ويعني بشخصها السيد وزير العمل انه يطلعون على هذه الحالات اكثر انتم تقومون بالواجب ربما وتوصلون الى بعض هذه العوائل وتشملوهم بهذه المعونات لكن نحتاج الى زخم اكبر، نعرف الاعداد كبيره والعوائل المحتاجه كثيره ويمكن هذا اليوم اذا هو قاعد في بيت ايجار غيره يعني ما عنده قاعد ببيوت شينكو او ما الى ذلك، لذلك احنا الحقيقه نتمنى ان يكون واقع شعبنا ومواطننا افضل في ظل الخيرات اللي موجوده في البلد اليوم واللي هي لازم تعود على هذا المواطن بالنفع.